أنا عشان الوقت سرقنا اليوم الأخبار حملت استقالة رسمية لإدارة النفاعي، إدارة الأهلي، الأهلاويون تنفسوا الصعداء، لكن نحن لا نقول إلا ما يرضي القاعدة الرياضية بشكل عام. النفاعي، إدارة النفاعي بذلت كل ما لديها، لم توفق ولن تكون خاتمة حياة الرياضية للرجل باعتبار أنه أخفق مع الأهلي. نعم نعم والله، شوف مرات يعني التوفيق له اثر في العمل الاداري. يعني انت النفاعي احنا لا ننكر الراي اللي خدم الاهلي والراي اللي بيحب الاهلي من يعني من دواخله، لكن الراي يعني اشتغل في فترات طويله يعني في الاهلي، واشتغل في الاهلي يعني ما قصر يعني، واجتهد اجتهاد كثير، لكن يعني إرادة الله شاءت كده أن الراي اللي يعني ما توفق وقدم استقالته. ورانا نفتكر يعني هو خساره للاهلي وللكره السعوديه عامه. يعني احنا راي الاداري زي هذا الاداريين لا، الواحد لا نرضى يعني نفقده مهما كان حصل منه سلبيات او مثلا ما توفق. فالناس المفروض يعني هو راي يعني على ما اتفقت، ما بتكون انت قاصد انك ما تتوفق او قاصد انه يعني ما تنجح، لكن كلها توفيق من عند الله، ونسال له التوفيق في المناسبات القادمه ان شاء الله. جميل.